Hello everyone, مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد فيديو جديد من واحد المدينة اللي جميلة بزاف اللي هي مدينة شيكاغو. انا دابا باقي في الاوتيل، غنزل غندير دورة في داونتاون مدينة شيكاغو. هذه اول مرة ليا غنزور هاد المدينة هذه وغنحاولوا نكتشفوها بجوج ونكتشفوا شنو كاين في هاد داونتاون. بقاو معايا وان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك. كيف ما كتشوفوا دابا انا نازل غنبغي ندير دوره في مدينه شيكاغو. دابا حوالي الساعه تقريبا 6 ديال العشيه. شيكاغو جات في ولايه إيلينوي، هي ثالث اكبر مدينه في الولايات المتحده من حيث عدد السكان. كيبلغ عدد السكان ديالها 8 مليون ونصف نسمه. حنا دابا غنمشيو غننزلو غنديروا واحد الجوله دابا مدينة شيكاغو، غنحاولوا نقربكم من جميع التفاصيل ديال شيكاغو داون تاون. بقاو معايا ان شاء الله الفيديو غيعجبكم اليوم. انا نزلت دابا، يلا غنبدا الدوره ديالي من هاد البلاصه هادي قدام الاوتيل اللي كنت جالس فيه. Hello, sir. How can I get a ride to the Big Book? Say again? How can I get a ride to the Big Book? Okay, so what you have to do is you have to take Wackers right there. You walk all the way down to State Street, which is about 4 blocks from it. Four blocks from here? 4 blocks, yeah. So we get to Wacker over there, the next block, where you see the old cars going, then you just walk east to State Street. كيف ما كتشوفوا معايا، مشينا دابا الجهة المقابلة دابا. يعني مدينة زوينة بزاف كما كتلاحظوا. نحاول ندير واحد الجولة هذوك البو اللي كتلاحظوا موجودين تما تحت البريدج. الجهة المقابلة ديال هاد الليك، باش نحاول نكتشف داون تاون من الجهة التانية. نقطع الطريق داك البريدج اللي كتشوفو فيه قدامك. هاد الجو زوين اليوم، درجة الحرارة معتدلة كيما كتلاحظو. هاد المنظر هذا اللي جميل بزاف، وهاد المنظر ديال هاد الليك تا هو اللي يعني
كما كتلاحظوا معايا حنا غنمشيو الجهه المقابله ديال هاد البيلدينغز اللي كتشوفوهم. Hey, Enzo, over here, bud. Enzo. Over here. So cute. What about this one? This is Louie. Louie. You can't sit still. So nice. Are you looking to get on one of the architectural tours? Yeah. The one called the the first lady. The first lady? I think it's like about 4 blocks from here. Yeah. كما كتلاحظوا معايا هنا كاين تمثال ديال جورج واشنطن. كما كتلاحظوا معايا انا دابا غنمشيو نتوجهو باش ناخذو التيكيت باش نديرو واحد الجوله في البوك. كما كتلاحظوا معايا كما نقربكم من جميع التفاصيل. كما كتلاحظوا معايا هنا التمثال ديال جورج واشنطن، هو اول بريزيدنت ديال الولايات المتحدة.
صاحبي معايا الكوتشي هذه المره.